ذكري ولا انا بحلم؟ يلا يا شباب. رئيس الصديق ده لسه فاضل نص ساعة على ميعاد الصحيان. صباح الخير يا فؤاد. لا ما هو من النهارده ورايح هنصحى نص ساعة بدري على ميعاد الصحيان العادي. شوية رياضة الصبحية كده علشان نجرد دم في عروقنا. لو ما بطلتيش خير تروحي تنامي جنب النبوية تاني، أنا ما عرفتش أنام منك طول الليل. يا سلام يا أختي، يعني كنت عايزة أنقل معاكي قوي. نصحتيني 50 مرة عشان تقولي اعدي دماغك، على إن أبويا كانت بتحط القطن في ودانها وتروح في سابع نوم. بصي أنا عن نفسي عايزة أرجع أقعد مع نبويا، بس أنت بقى روحي يا أختي قولي الكلام ده لست سكينة. مالها ست سكينة يا فاطمة؟ مالهاش حضرتك، مالهاش دي. ورد بتقول إن هي مش عايزاني أقعد معاها زي ما حضرتك أمرتي، بس أنا قلت لها إن أنا ماليش دعوة، يعني تيجي تقول الكلام ده حضرتك. مش عجبك الأوامر؟ ما عرفتش أنام من شخيرها طول الليل. ممكن تبي تطلعي تنامي في الجناح الملكي عشان ترتاحي؟ أسف. أوضة الغسيل مليانة على آخرها، وست اللي بتغسل ما جاتش النهاردة، مش هينفع نسيب الغسيل كده. فاطمة هتمسك الدور مكانك، وأنت تنزلي تغسلي الغسيل. كله. أنت بتعملي معايا كده ليه؟ لو عايزة تطفشيني اطلعي قولي الاسمة تهنم تطردني. لا. لو انتي مش عاجباك الأوامر روحي اشتكيني. كله بأوانه. صح، كله بأوانه. هتطلع دلوقتي على المقياس تدرس المكان كويس وتختار المكان اللي تبقى موجود فيه، الساعة 9 بالليل تبقى جاهز وسلاحك معاك. أول ما تشوفني أنا بحط شنطة الفلوس تعرف إن ده المكان اللي هيجيلك فيه. وأول ما أشوفه أنفذ. بالظبط. وما ترجعش من غير الشنطة. أجرتك فيها. مش محتاج أقول لك إنك لازم تتأكد إنه مات. طب وسيادتك ليه تروح بنفسك لغاية المقياس بالليل عشان تحط الشنطة؟ طب ما تديها لي دلوقتي وأنا أوديها هناك. لازم أنا اللي أخرج من الأوتيل ومعايا الشنطة. عشان اللي بيراقبني موجود جوه الاوتيل ومش هيخرج ويروح على المياز غير لما يشوفني وانا خارج بالشنطه دي، فهمت؟ المهم انت تخلص الموضوع ده وترجع على محطه القطر على بلدكم عادل. لو حد سال عليا انا سهران في الويند سور مع ناجي، اللي عاوزني اتصل بيه هناك. حاضر يا مربي، اول ما تحسين يجي يستلم مني الشفت هبلغ. انا كده خلصت ورديتي. شكرا يا ماهر. متأخرتش عليك 3 دقايق حتى اهو، يعني مش مسموح لك تتأخر عليا بكره. لا ما تخافش مش هتأخر. ربي بيبلغك ان اول ما حد يسأل عليه قول ان هو في الينصر. اوكي؟ فؤاد. اهلا يا صديق. ايه على فين؟ ها؟ بص هو من غير لف ودوران يعني في واحدة طليانية بصت لي كده وطلعت بره، فأنا كنت بس طالع وراها أشوف عايز إيه. وتسيب شغلك؟ لا ده هما 2 دقيقة بالعدد بس، اخد منها ميعاد وارجع تاني. ماشي انا مصدقك. ربنا يخلي. عشان ما كذبتش عليا انا هسيبك تروح لها، بس يا ريت قبل ما تروح لها تغير اليونيفورم بتاع الاوتيل. مش معقول حد يشوفك في دروة مع واحدة وانت باليونيفورم بتاع الاوتيل. ده اوتيل معطرة. ايوه يا ريس، بس انا قبل ما اغير هتكون هي اختفت. لو هي عاوزاك هي اللي هتستناك. لسه ما خلصتيش؟ قربت. طب يلا اغسلي الهدوم تاني بسرعة عشان الشاي فيه سكر ممكن يبقى. ادخل دلوقتي حالا للست سكينه وتفهمها ان العيله اللي في بطني ده ما هوش ابنك وانك كدبت عليه. براحة طيب. ايه ما حصل؟ حصل ان انا رفضت بيا خلاص وما عدتش مستحمله مرمطه اكتر من كده. لو انت كدبت الكدبه دي عشان تستر عليا فانا مستغنيه عن الكدبه بتاعتك. وطمن قلب امك وقول لها ان انا مش عايزه اخطفك من حضنها. كل اللي انا عايزاه ان انتوا تبعدوا عني وتسيبوني في حالي.
أمين، شفتش ماهر؟ لا ما شفتوش. الساعة داخلة على 9 والمفروض يجي يستلم مني من 8. الغريبة إن عمره ما عملها قبل كده. الغريب حجيته معايا. اتفضلوا يا يا ابني. فندم اسمه تهانم او مربي فين؟ قول لهم مين يا فندم؟ قول لهم مستر شريف. لحظه واحده عند اهله. اهلا وسهلا اشرف بيه. اهلا اهلا مربي. احنا اسفين ازعجناكم بدري كده. لا مفيش ازعاج ولا حاجه، اتفضل. هخليه محضر لكم الفطار حالا. حضرتك عارف فطار الجراند اوتيل لا يقال عليه ابدا. لا احنا فطرنا قبل ما نيجي وطلبنا القهوه. يبقى ندخل في الموضوع. صح يا هاني، ندخل في الموضوع. كان في موظف شغال عندكم هنا في الاوتيل اسمه ماهر لؤمان. لا ما كانش، هو لسه بيشتغل عندنا في الريسبشن. لا هو كان، لان تم العثور على جثته امبارح بالليل عند مقياس النيل، وكان في جيبه كارنيه يفيد بان هو كان شغال في الاوتيل يعني. جثته؟ ماهر اصيب بطلق ناري امبارح بالليل عند المقياس تقريبا ما بين الساعه 9 والساعه 10. وعرفتوا مين اللي عمل كده؟ للاسف القاتل هرب. الله يرحمه. انا لسه شايفه امبارح قبل ما اروح لناجي في بوينتو. ده كان موظف كفؤ. الله يرحمه. بس برضه مش فاهمه سبب زيارتك. ازاي بس يا هاني؟ مش المفروض ان هو ليه معارف وزملاء المفروض نحقق معاهم؟ اللي انت عايزه نبعتهولك. بس انا على حد علمي ان الموظفين اللي في الاوتيل مقيمين هنا. يعني محتاج اشوف اوضته، محتاج اعرف خرج الساعه كام، كان معاه حد او لا. حضرتك تشوف شغلك بالطريقه اللي تريحك يا شريف بيه. اسمه تاني من كل اللي يهمها سمعه الجراند اوتيل. وحضراتكم اكيد عارفين ان وجود تحقيقات وجريمه قتل حتى لو حصلت بره الاوتيل دي حاجه ممكن تزعج النزل بتاعنا. اكيد يا مربي، عشان كده جيت انا وحضره اليوسباشي وبلغناكم اول ناس عشان نبدا نشوف الاجراءات اللازمه بحيث نشتغل من غير ما نزعج النزل. كلك ذوق يا فندم. يعني ايه اتقتل؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا ممكن ادخن؟ اتفضل. أنا سمعت ماهر بيتكلم أول امبارح في التليفون مع حد بيقول له يقابله عند المقياس الساعة 8 ومعاه 3000 جنيه وإلا هيفتح سره. تاني يوم الساعة 8 إلا ربع لقيت مراد خارج من الأوتيل ومعاه شنطة وماهر اتقتل عند المقياس. كل ده ولسه شايفه برضه ما فيش علاقة ما بينهم؟ لا في علاقة، بس اللي أنت ما تعرفوش إن مراد كان عايزني أروح معاه الوينزر بالاس. كنا هنروح نقابل صديق لينا اسمه ناجي، وانا اللي اعتذرت له وقلت له ان انا مش هروح معاه، وهو راح لوحده وكلمني من هناك وانا كلمت ناجي على التليفون. بعدها بساعتين جه وخبط على باب اوضتي وكان عادي، كان طبيعي وكان لطيف معايا وكان هادي جدا. معقوله يعني هيبقى هو اللي قتله؟ وحتى لو هو كان عنده وقت ان هو يروح يقتل ماهر قبل ما يروح يشوف ناجي، اكيد ده ما كانش هيخليه ان هو يرجع ويخلص سهرته ويبقى طبيعي. ده كان لازم يبقى سفاح. يعني ماهر كان بيهدد مراد بيه، وبعد كده من كام يوم بيهدد راجل تاني، يبقى ماهر اللي سفاح بقى. في كل الاحوال الجزء الاكبر من السر كان عند ماهر. يعني انت عندك حق، السر عند ماهر فعلا، عشان كده لازم اوصل لعنوان بيته في البلد في اسرع وقت ممكن. انا مش فاهم انت بتعمل ايه. انت اكيد اتجننت، جايب لنا البوليس لحد هنا يحقق في مقتل واحد بيهددنا. ايه؟ وكمان انت اللي قتله؟ انا ما قتلتوش، وكنت عند ناجي ساعة لما ماهر اتقتل وعندي 100 شاهد على كده، وكمان كلمت نظلي من هناك. ايه وهتدخل نظلي في الحكاية دي؟ انت فاهم؟ بس متهنم انا خاف على نظلي اكتر من حضرتك. المهم شريف البهية ده لازم نخلص منه. الراجل ده نابو ازرق، لما بيدخل في قضية ما يسيبهاش إلا وهو كسبانها.
انا اللي مش قادر افهمه ان ماهر يكون هو اللي ورا كل اللي حصل. طب عارف ازاي وجاب لي مش مشكلتي. المهم عندي ان الموضوع ده خلاص خلص. ادخل. كنت عايزة حضرتك. روحي دلوقتي، هبعتلك بعدين. ودي هتكون عايزة حضرتك في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه يا مراد؟ بتعمل ايه هنا؟ انت فين؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنروح نركب خيل النهاردة؟ انا قلبت عليك الوتال مش لقاك في اي حتة، فقلت اجي هنا اكتب لك ورقة اقولك ان انا قررت انزل البلد. معلش يا حبيبتي انشغلت شوية كده في موضوع. مالك في قلقتني؟ انا اسف يا نظري ان اقولك خبر وحش كده على الصبح. ماهر اللي عامل بتاع ريسبشن اتقتل، والبوليس موجود تحت في مكتب سكينة وبيحققوا مع كل الموظفين. ف كنت بحاول ألم الموضوع عشان محدش من النزل يحس بأي حاجة. ساتر يا رب. مين اللي ممكن يبقى من حاجة بشعة كده؟ أكيد لما التحقيقات تخلص هنعرف. المهم أنا مش عايزك تنزلي بلد النهاردة، وأنت هنا بقى مطمن عليك أكتر. حاضر. أنا هروح أشوف ماما عشان أكيد الموضوع ده شغلها أوي. يا ريت. ويا ريت كمان تفهميها ما يصحش اللي بتعمله مع الصاغ شريف، في النهاية الراجل بيشوف شغله. حاضر، سيب ماما عليها. وانتوا لو وصلتوا لحاجة طمني. اوكي. أنا معرفوش خالص. وزي ما قلت لسعادتك أنا ما كملتش يومين على بعضهم في الأوتيل. يعني ما اتكلمتش معاه ولا مرة؟ ما جاتش فرصة. أنا جرسون وهو في الريسبشن، فمتعاملش مع بعض. بس اللي فهمته إن ماهر كان اجتماعي، يعني علاقته حلوة مع الناس كلها. لا، هو كان كويس مع أصحابه بس. مع أصحابه بس؟ وإحنا عمرنا ما كنا أصحاب، بس هو كان طيب أوي الله يرحمه. قصدي يعني ما كانش ليه مشاكل مع حد، يعني ما اتخانقش مع حد من الناس اللي شغالين هنا او حتى من الاداره. عمره بالعكس كان في حاله، ملوش مشاكل، ويعني ما كانش له اختلاط قوي بالباقيين، كان دايما يخلص شغله ويروح على طول. يروح؟ مش العمال بتبات هنا في الاوتيل؟ لا، دول الموظفين اللي مش من اهل البلد. انما ماهر كان من هنا من اسوان. عموما عنوانه عندي هطلعه لك حالا. اتفضل. إن إحنا ما كناش هنا وقت المصيبة دي ما حصل. كنا هنقول كنا فين؟ في نص ساعة الجريمة؟ أبوس إيدك علي خلاص بقى. الحكاية بقى فيها دم. واللي كان على هدوم أختي ده كان إيه؟ مش كان دم برضو يا أمين؟ أنا هطلع دلوقتي على بيت ماهر قبل ما الظابط يمشي من هنا. محدش هيحس بيا في الدوشة دي. لو صديق سألك عليا ألف له أي كذبة. Thank you.
شفت اللي حصل؟ الله يرحمه. انا مش قادره اصدق انه اتقتل. ده كان لا بيهش ولا بينش، بيقولوا انه كان عليه طار. اقول لك يا ورد، ولا حد يقول لك ولا تسمع من حد، مفيش حكايات في الموضوع خالص. الموضوع بقى فيه قتل وبوليس وتحقيق، واحنا غلابه. على رايك احنا غلابه. انا طبعا حزينه جدا مع اللي الحكم دار لوفاه الولد، بس كمان ما اقدرش انكر ان انا قلقانه للغايه. حضرتك عارف ان الشوشره اللي حاصله حوالينا دي ممكن تسيء لسمعه الاوتيل. احنا في بدايه الموسم سيادتك، طبعا عارفه انه الضابط بيعمل واجبه، بس زي ما الجريمه حصلت بره الاوتيل يعني تحقيقاته كمان تتعمل بره الاوتيل. طبعا. ميرسي ميرسي ميل ميرسي معاليك، ميل ميرسي. منتظرينك مع المدام. داكور، أورفوار. دي ازاي تدخلي من غير استئذان؟ وازاي حضرتك سايباني في المصيبة اللي حطيتيني فيها دي لوحدي؟ ايه المصيبة اللي انا حطيتك فيها؟ خلاص روحي خرجي نفسك منها، روحي قولي لجوزك انك ما انتيش حامل ولا هتبقي حامل، لا دلوقتي ولا بعدين. هو حضرتك بتعملي معايا كده ليه؟ يا حبيبتي انا عمري ما هأذيكي، لا انتي ولا نصلي، انتوا اغلى حاجه عندي. المهم انا مش قادره ابص في وش يا حسين، كل ما يقرب مني بيتهيألي ان هو هيشوف جوايا ويعرف ان انا مش حامل. وحضرتك عايزاني يفضل ممثله كل شهور الحمل دي؟ يا عالم خطتك في الاخر هتنجح ولا لا اصلا؟ هتنجح هتنجح وهتبقي ام، صدقيني. زي ما صدقتك ان احسان هيمسك اداره الاوتيل. انا عملت كده مخصوص علشان مصلحتك ومصلحه نصلي كمان ومصلحه العيله.
انتوا بتاكلوش ليه يا جماعه؟ هو الصغ شريف مشي ولا لسه بيحقق مع الموظفين؟ ماشي يا اسمه تاني. بيحقق مع الموظفين؟ هو في مشكله ولا حاجه؟ ماهر موظف الريسبشن اتقتل. اتقتل؟ الساعة 8 تبقى جاهزة. خليني أحضر لنا العشاء في المكان بتاعنا. النهاردة القمر بدر. وأنا عارف إنك بتحب تشوف القمر وهو كان الشمس وهي بتطلع. أنت ليه بتفتكر الحاجات دي؟ ده كان وأنا صغيرة. أنا مش بنسى أي حاجة أنت بتحكيها لي عن نفسك. كل حاجة بتتسجل في دماغي ومش بتخرج منها أبدا. قلتلي بقى ان انت ما تعرفش ماهر وما اتكلمتش معاه كلمتين على بعض، حصل؟ حصل؟ حصل. ولما هو حصل انت بتعمل ايه هنا؟ معاك فرصه تفكر في اجابتك لحد ما نرجع الاسم، لانك مش تكذب عليا كذبتين في يوم واحد، يعني احسن انك تقول الحقيقه. ماشي؟ نازلي انت بتعملي ايه هنا؟ نقلت هنا، اصل الاوض رطوبه قوي، خطر على واحده حامل زيي، دراعي هيتملخ. انا مش فاهم انت ازاي لسه هنا لحد دلوقتي. سكينه شكلها كبرت وخرفت عشان تفضل سايباكي بعد ما عرفت. حق، ازاي ما طردتنيش لحد دلوقتي؟ اكيد عرفت حاجه مخوفاها مني، بس الحاجه دي انت عمرك ما هتعرفها. هتخاف تروح تسألها هتقولك عرفت منين، زي ما انت خايف دلوقتي ان نازلي تدخل علينا وتلاقينا سوا في الأوضة لوحدنا. مصلحتك تتكلمي معايا بأسلوب أحسن من كده. عندك حق، أنا آسفة، أنا بعد كده هركز في شغلي وأكل عيشي ومصلحتي ومصلحة اللي في بطني. أنا مش خارجة من اللوكان ده غير وأنا واخدة حقي تالت ومتلت. مراد؟ عن إذنك يا فندم. الحلق اللي كان بيتصلح عند الجواهرجي لسه واصل، فقلت اطلعه لك يمكن تحبي تلبسيه بالليل. هي من ورد؟ لا مفيش، كانت بتنظف الاوضه وكانت هتوقع الشمعدان، فكنت بقول لها تخلي بالها. وحشتيني. انت كنت هتنسيني انا طالعه اعمل ايه؟ امال كانت طالبه مني حاجه بس ما... مش وقت ونزلي بعدين. لا لا، ازاي بس بعدين؟ انت لازم ترجع تكمل شغلك عشان ما تتاخرش على العشاء، ولو ان انا كنت بفكر يعني ان احنا ناجل العشاء شويه عشان انا لسه متضايقه قوي على موضوع ماهر. انا كمان الله يرحمه. الله يرحمه. طيب ممكن علشان خاطر تنزلي معايا العشاء؟ مش عايز اسيبك لوحدك علشان ما تبقيش متضايقه. هستناكي. احكي لي بقى القصه من الاول. يا فندم هو حضرتك ليه مش عايز تصدقني؟ ده انا حكيت لك الحكايه دلوقتي 10 مرات. خليهم 11 واحكي من الاخر للاول. كنت في بيت ماهر بتعمل ايه؟ سعادتك انا رحت بيت قبل ما تحكي القصه الخايبه بتاعت الصوره اللي تخصك اللي سبتها معاه ورحت تجيبها من البيت. مش دي كانت في رقبه البنت اللي معاك في الصوره؟
ايوه. دي بقى البنت اللي بتخانقوا عليها انتوا الاثنين؟ لا. البنت دي مالهاش دعوه باي حاجه. يا فؤاد. يا فؤاد تحط نفسك مكاني. راجل غريب عن البلد. لقيناه في بيت واحد مقتول، كان شغال معاه وبينكر علاقته بيه. وفي نفس الوقت ليه صوره مع واحده وفيها السلسله دي. انا مش معتوه. انت كده بتحط نفسك في مشكله كبيره. البنت دي تبقى اختي. ايوه. اسمها ايه؟ اسمها ضحى. ضحى عبد الحميد رضا. لا. اسمها ضحى صلاح عبد الجواد. اخوات مش شقة يعني. لا شقة. انت كده بتلاوى. ورحمة أمي. أنا بقول لسعادتك الحقيقة. قول الحقيقة. ضحى صلاح عبد الجواد أختي. أنا اسمي علي صلاح عبد الجواد. كانت بتشتغل في الجراند أوتيل. وكانت متعودة إنها تطمني عليها بجوابات كل فترة. وبعدين فجأة قطعت الجوابات خالص. قلقت عليها. فقلت أجي وأطمن عليها بنفسي. لما وصلت لوكاندا قالوا لي إن هم مشوها عشان هي سرقت. ما سمعتش عن أي سرقة حصل في الجراند أوتيل الفترة الأخيرة. لأنها ما سرقتش يا فندم. ما سرقتش حد. هما اتهموها ان هي سرقت واحده اسمها فخر هانم الزهيري. وانا لما سالتها قالت لي مفيش حاجه اتسرقت منها وحضرتك تقدر تتاكد بده بنفسك. وايه حكايه فؤاد؟ ما حضرتك فاهم اكيد ان انا ما كانش ينفع اشتغل في اللوكاندا لو عرفوا ان انا اخوها. وايه علاقه ماهر بالموضوع؟ ماهر كان بيحب ضحى. انا مش بقول ان هو ليه علاقه بانها تختفي. بس هو ده اللي خلاني اروح عنده البيت. عشان احاول الاقي اي خيط يوصلني ليها. يعني كان في علاقة بينهم؟ كان بيحبها؟ لا يا فندم أنا ما قلتش علاقة. أنا بقول لحضرتك إن هو كان بيحبها وهي كانت بتصده. وأنت عرفت منين الكلام ده؟ واحدة زميلتها معانا في اللوكاندا قالت لي. وأنا لما رحت عشان أتأكد منه بنفسي أنكر الكلام ده خالص. وده اللي خلاني أشك فيه أكتر. وعشان كده رحت البيت وزي ما حضرتك شايف لقيت السلسلة والصورة. طب ما ممكن تكون مشيت لما اتهموها بالسرقه. ممكن تكون راحت اشتغلت في مكان تاني. لما مؤاخذه يعني ممكن تكون حبت حد وهربت معاه. لا يا فندم ما هربتش. ايه اللي مخليك متاكد كده؟ كنت فين الفتره دي كلها ما دورتش عليها ليه؟ ما بلغتش البوليس ليه؟ ضحى دي بنت غلبانه. واللي بلغت فيها دي اسمها هانم. تفتكر سعادتك يعني البوليس كان هيركز في حاجه زي دي؟ البلد دي فيها قانون. زي ما بيسرق على اسمه تانم بيسرق على ضحى. والدليل على كده ان احنا بنحقق في مقتل ماهر اللي محدش يعرفه خالص. الو. يا فندم. يا فندم جاري التحقيق يا فندم. يا فندم الاجراءات الروتينيه. لا يا فندم خارج الاوتيل بس هو شغال جوه الاوتيل. يا فندم لازم نكمل لجنة. أي فندم. تمام يا فندم. ماشي يا فندم. مع السلامة. طب أنا هفترض ماهر ليه علاقة باختفاء ضحى. مين اللي قتل ماهر؟ ومين اللي ضربك على دماغك هناك؟ في حاجة ناقصة. حضرتك أنا قبل ما ألاقي السلسلة والصورة في بيت ماهر لقيت حاجة تانية برضه تخص ضحى.